إذن السلام عليكم ورحمة الله وتعالى متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم بمدينة العرائش. كنتواجدوا الآن بحي المنار، كما منار ثلاثة منار ثلاثة. الإبن ديالو كيعنفو وكيضربو، هو غادي يحكي لنا بالتفاصيل أشني وقع مع الإبن ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي 7 ديال الوليدات، وقع مشكل بيني انا وامهم في 2014، وقع الطلاق بيناتنا. هي طلقت بالشقاق، ورغم طلقات هي بالشقاق الاولاد بقاو معايا هاد الربعه هادو، وسبحان الله العظيم تكرفصوا معايا بزاف، وتكرفصت انا ماشي ما تكرفصتش، لكن هاد كانت يد خفية من مور هاد الشيء هذا. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يخلص كل واحد على النية ديالو. على دابا انا هاد الولد كبر، ولا كيعنفني ولا كيعنف خوتو، وليت كنهضر معاه وما باغيش لي انا يمشي للحبس، ولا باغي انا باغي يمشي غير يمشي يتربى ويمشي يتعالج الا كان مريض او الا كان كذا، باش يبقى حدايا هنايا. انا ما بغيتش هاد الولاد، ما بغيتش ليهم شي حاجه خايبه اللي غادي، لان انا صحتي طاحت على هاد الولاد وتكرفصت عليهم. الله سبحانه وتعالى ما قسم شيء، اللي عطى الله هو هذا. دابا هاد الدري هذا كنطلب من السلطات يجي ويشوفوا هاد الحاله هادي، ويشوفوا لنا شي حل بيني انا وياه، الله يجازيهم. دابا كيفاش كيتعدى عليك؟ كيهرس لي هاد الحويجات وهاد الشيء، وتعدى على خوتو، هرس لك التلفازه وهرس لك النيميريك هذا. انت كتشوف شريتو ما خدمش حتى نص ساعه، هرسو جا نزل عليه، نزل هذا، ها انت كتشوفها، هو من مهرس، ها انت كتشوف كل شيء. وكنمشي للسلطات، درت به شي بزاف ديال شي 10 ديال الشكايات ولا 6 ديال الشكايات. كنطلب دابا من الناس، الله يرحم الوالدين، الله يجازيهم بخير. كنتي قلتي لي قبيله بانه ضربك كان غادي يضربك بالمقلاه ولا هي كان ضربني وما خلاش، ما قصرش من الجهد ديالو، ولكن الله يسمح لنا من الوالدين. احنا دابا الله يهديه، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يهديه، ولكن ضروري من التربية، ضروري من التربية، التربية راه مزيانة، ضروري من التربية. دابا أنا ما بقيتش نقدر نربيه، نطلب من السلطات المحلية ومن الأمن يجيو هما يربيه، لأنش أنا بزاف عليا هادشي. أنا ما ولدتوش باش يدير ليا هو هكا، ولا أنا ضيعت حياتي عليهم باش قريتهم وباش بغيتهم يوصلوا وباش كذا، ما قسمش الله، الله عطى الله هو هذا. هذا هو اللي كيفاش كان كيتعدى عليك؟ وما دابا هاد كيتكيف وكذا وهادي، وكيكون معصب وأثر عليهم هاد الشيء ديال مهم، وفهمتي بزاف يعني، لا حول ولا قوة. انتوا مطلقين شحال هادي واقيلا؟ هي في 2015 وقع الطلاق، وقع الطلاق. ومن بعد؟ ومن بعد الدري كان من كنتو مجوجين، الدري كان كيتعامل معاك مزيان؟ كان مزيان، وكانت الامور غاديه مزيانه الحمد لله، ولكن الله سبحانه وتعالى اللي عطى الله هو هذا، اللي عطى الله هو هذا. كانت الامور غاديه مزيانه، ودابا من بعد ولا كيتعدى عليك؟ من بعد خرج من المدرسه من السنه التاسعه تقريبا، من التاسعه خرج من المدرسه، وبقى كيتعاطى المخدرات وهذه وهذه والجوانات وكذا وهذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما بغيتوش نوقع معاه في هذا المشكل هذا، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنطلب من السلطة المحلية ومن الأمن يعاونوني في هذا الدري هذا، يشوفوا المشكل ديالو، إلا كان مريض يمشي يتعالج، ولا كان كيتعمد هذا الشيء، ولا كذا يمشي يتربى هيدا وصافي، فهمتي هذا الشيء اللي كاين. أنا ما بغيتش لي يدوز مثلا شي نحكم عليه بشي 5 سنين ولا بكذا ولا بكذا، لا، راه انا خصو يمشي يتربى تيشوف، يمشي تيشوف بعدا وكذا وهذه، وديك الساعه ملي غادي يخرج راه غادي يعرف شنو غادي يدير. انتم كما كتسمعوا متتبعين الاوفياء ديال قناه شوف تي في، رغم الظروف القاسيه اللي كان كيتعدى عليه الابن ديالو، الابن ديالو كما عاود لي كان كيتعدى عليه، كان قدر كان غادي يقلب عليه المقله ديال الزيت. رغم ذلك فالاب حنين رحيم عليك، يقول انا ما كنطلبش من السلطات انها تدخل وتعتقله وتديه للحبس، ولكن كنطلب منها انها تعتقله وتديه فين يتعالج. يعني الابن ديالو على ما حسب الكلام ديالو بانه مدمن ديال المخدرات، رغم ذلك فهو كيطلب من السلطات تجي وتديه باش يتعالج. المشكل هذا ديه يتعالج، ولا
الا كان كيتعمد هذا الشيء يمشي يتربى هذا الشيء 6 شهور ديال الحبس ولا شي عام ديال الحبس تيعرف شنو كاين. انا راه هو دار حوايج كثر من هذا الشيء ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسمح لنا من الوالدين طبيعة الحال. الله يسمح لنا من الوالدين رغم المعاناه اللي دوزها عليك، ولكن رغم ذلك باقي رغم لا حول ولا قوه الا بالله ورغم ذلك مصر ان ولدك ما يتحبسش يمشي يتعالج. يمشي يتعالج، انا بغيت ندير شي مركز ديال الرعايه فين يتعالج. الا كان مريض ولا كان كيتعمد هذا الشيء يمشي يتربى، ماشي مشكل. الا كان كيتعمد هذا الشيء يمشي يتربى، التربيه راه مزيانه. إذا متتبعي قناة شوف تيفي كنتواجدوا الآن بحي المنار بمدينة العرائش، حتى الحالة فين ساكن راه مزرية وكنتمنى كتشوفوا دابا كن شنو كتعمل أنت في أنا كوردوني أنت كتشوف هذا الشيء هذا هو اللي طراف هذا الشيء طراف أنا بنقلبش كنقلب عليك راه جلالة الملك الله ينصرو ملي استافدنا وهادي دابا كان عندي باش غادي نبني ودابا ما بقاش عندي باش غادي نبني. دابا كنطلب من المحسنين الا كان شي محسن هيدا يعاونونا ماديا او ماليا ودا معنويا. دابا انت هنا كتبات هنا كتاكل هنايا انا هادي هي البلاصه ديالي ها هي صور هذاك الشيء شوف انت كتبات هنا وكتاكل هنا كتبات هنايا كناكل هنا هادي هي البلايصه ديالي انت كتشوف عطا الله هو هذا انت كتشوف نقلب بوزيت كنقلب عليك. اذا ضربني راه ضربني ولكن راه ضربني رجلي بحجره وضربني راسي بمطرقه ولكن كتقول لنا بان بها المطرقه اللي كبرتو بها انزل عليا بها انا راه داعي سير برا سير. اذا كما كتشوفوا الحاله ديالو المحاله ديالو مزريه، حتى المكان اللي كينعس فيه وكيبات فيه فهو شنقول لكم ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى يلقى اذن صاغيه ويلقى شي محسن اللي يقدر يبني له هاد الدار هادي وعايش في واحد البلاكه في واحد القطعه ارضيه. رقم ديال الهاتف ديالو حنا عملنا تما، اي واحد بغى يتواصل معاه يتواصل معاه. الله يرحم الوالدين والله يجازي كل محسن والله يجازي خوتي المغاربه والله ينصر جلاله الملك الله ينصر سيدنا. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى هاد المحسنين اللي عاوننا بشي حاجه واللي يقدر يعاوننا ويتواصل معنا نحنا راهنا الاشاره. الله يجازيهم بخير. انتم كتشوفوا الحاله وانتم كتشوفوا الظروف اللي الله راه هو هذا. الحمد لله على كل حال. اذا كنتمنى من المتتبعين ديالنا الاوفياء انهم يبارطاجيو اللايف، بارطاجيو بالصوت ديال يوصل من اجل المساعده. الله يرحمه.